نبدأ أخبارنا بدراسة صادمة جدا في نتائجها. تخيلوا أن مصر شهدت في شهرين بس 53 ألف إشاعة. 53 ألف إشاعة تم إطلاقها في مصر خلال شهر سبتمبر وأكتوبر 2017 من خلال وسائل مختلفة، طبعا على رأسها طبعا السوشيال ميديا. الدراسة أشرفت عليها لجنة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من خلال الأستاذ أحمد بدوي، هو عضو اللجنة. وكمان الصدمة الأكبر بقى في الموضوع كمان أن بعض وسائل الإعلام ساهمت في ترويج 30% من الإشاعات دي من غير ما تتأكد طبعا من صحتها للأسف الشديد. طبعا الرومرز أو الإشاعات موجودة في كل مكان، يعني حتى في دول الغرب يقول لك رومرز انه اشاعات، لكن احنا ابطال العالم في الاشاعات. ده حقيقي حاجة. احنا للاسف يعني احنا بنقول كده ان احنا شعب الحقيقه ما لناش كتالوج، دايما بنلاقي او كنا زمان بنشوف الشائعات على في الوسط الفني بس يا سارة، يعني بنلاقي مثلا الفنانين الممثلين المطربين المذيعين. لا دلوقتي الحقيقه الشائعات بقت على كل الناس، يعني حاجه بسيطه جدا ممكن ويقول لك ايه اصل مفيش دخان من غير نار. والشائعات للاسف زي ما ساره قالت ان الدراسه دي 53 الف شائعه في شهرين، يعني ده رقم على فكره كبير جدا. الاكتر بقى حاجه سيئه ان احنا الشائعات لما بيكون مثلا في حاجه مهمه جدا او حاجه حصلت في البلد، زي يمكن ما شفنا اليومين اللي فاتوا في حادث الواحات، لقينا كم من الشائعات والمكالمات المغلوطه اللي طلعت وللاسف اللي بيروج ليها وسائل الاعلام. نقف عند النقطه دي. عايز اقول لك ان هي بتبقى احيانا بتبقى هي بعض وسائل طبعا هو مش كل بعض بتمد معلوماتها من خلال الشائعات او السوشيال ميديا. طبعا انت عارفه ان الدايره زمان كانت اوسع شويه، عقبال ما الشائعه توصل للناس كلها بتاخد فتره بتاخد دوره، لكن دلوقتي خلاص بتدوسي على زرار كل الناس تعرف كل حاجه.